بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400، وكان في طفوليته يمتني من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ضرر وسار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضاد عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرى من خدم الضنيم. وتفقه بأبي الوفى علي بن عقيل وأبي الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما تنص لديه أرائس العلوم وتجلى. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي واقتبس منه أن يقتباس وأخنع علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولبسمية القاضي أبي سعيد المبارك الخلقة الشريفة الصوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عالجا في معارج الكمالات بهمته الأبية آخذا نفسه بالجند مشمرا على ساعد الاجتهاد نابنا لمعلوف الإصعاف والإصعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمره ويصفونه وانقاس في بداية أمره الأخطار فما ترك هولا إلا ركبه وكفر منه الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه كريكة يمشي هافيا في الشوق والرعيل لعدم وجدانه نعلي يمشي فيها ويكتات ثمر الأشجار وكمامة البقل الترمى وورق الهشيش من شاطئ النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مددا لم يكن فيها طعاما فلقيه إياسان فأعطوا سلة دراهم إكراما فأخذ بوادي خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا برقة مكتوب فيها إنما جلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأما الأقوياء فما لهم الشهوات فدرك لك وأخذ المياديل وترك ما كان فيه وتوجه في الكبلة وصلى ركعتين وصرف وفهم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف اللهم اشر نفهات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.